دعونا نرحب بالباحث في الشأن السياسي محسن العقيلي مباشرة من بغداد. أهلا وسهلا بك سيد محسن. يعني جهات عديدة تحدثت عن أهمية المراقبين الدوليين في الانتخابات المقبلة، وفي ذات الوقت تحدث البعض عن عدم قدرة المراقبين على تقديم طعن وشكوى بسير الاقتراع. كيف يمكن أن يفسر ذلك؟ أهلا وسهلا، تحية لك سيدتي ولجميع السادة المشاهدين. حقيقة فيما يخص الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، هذا الموضوع يعني أعتقد بأنه أخذ أكبر من حجمه الطبيعي. بالنسبة للرقابة دائما ما نقول بأن الرقابة على نوعين، أما أن تكون إشراف، والإشراف يتيح للجهة المشرفة أن تتدخل بتفاصيل العملية الانتخابية من حيث إجراء الانتخابات وعمليات العد والفرز وإعلان النتائج، وبهذه الحالة تكون هنا مؤثرة جدا. وأما أن تكون مجرد رقابة تراقب شأنها شأن منظمات المجتمع المدني الأخرى، وهنا يكون مفعولها يعني مفعول ضعيف جدا، لأنها حقيقة يعني تتركز في مركز العاصمة. هي لا تستطيع، يعني المراقبون الدوليون لا يستطيعون الذهاب إلى الأقضية والنواحي والأطراف وبعض المناطق الساخنة بسبب خوفهم وعدم تأمين الحماية اللازمة لهم. ثم أن عملية التزوير في الانتخابات الأكبر منها يجري داخل المحطات الانتخابية وداخل المراكز الانتخابية، وكثيرا ما أتحدث أنا عن هذا الموضوع وأقول بأنه أكبر عملية تزوير ممكن أن تحدث في أي عملية انتخابية تكون داخل المراكز الانتخابية، خاصة في المناطق الشعبية.